وبنات المسلمين، انا بترجى كل واحد بصفة شخصية لازم تعدد الزوجات، اصبح فرض على المجتمع المصري. ده انا بفرضه كمان على المجتمع الاسلامي في العالم كله، بفرضه في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي تركيا وفي كل حتة، كل حتة فيها عنوسة لازم يبقى فرض، لازم يبقى فرض. اي راجل مقتدر اتجوز اتنين، اتجوز اتنين على الاقل. انا بقول في رجاله مقتدرين وفي رجاله عندي على الصفحه مقتدرين وفي رجاله عايزه تعدد عدد الزوجات. ما تقولش اصل انا مراتي هتقول لي مش عارف ايه، ما يهمكش، خليك راجل وخلي عندك القوامه وخلي عندك القدره على ان انت تحكمها، ما تخليها تخبط دماغها في الحيط. ده فرض ربنا سبحانه وتعالى، ما بقتش رخصه، اصبح فرض، اصبح فرض على المجتمع. لان المجتمع اللي بيمشي سليم ده لازم يبقى فيه معدل، فيه تعدد زوجات، ده المجتمع السليم، مش المجتمع الفاشل، مش المجتمع اللي ان العلمانيين والدنيا بايظه عمالين يبخوا السم في الاعلام وفي غيره وفي غيره وفي غيره. الصهاينه عمالين عملوا المخطط الصهيوني وبيضحكوا علينا، ودلوقتي المطلقات والستات على قفا من يشيل. لكل واحده اتقلف جوزك، ارحمي نفسك، ما تطلقيش من غير سبب، ما تمنعيش نفسك عنه من غير سبب. معظم الطلاق ناتج عن الامتناع عن العلاقات الجنسيه وبسبب الانترنت. 55% من نسب الطلاق سببها الامتناع عن العلاقات الجنسيه، و25% بسبب الانترنت. تخيلوا بقى، وده كلام طبيب نفسي معروف. اللي انا عايزه اقوله لكم ان انا بعمل استغاثه برجال المسلمين، استغاثه ونداء لكل رجل مسلم قادر على التعدد، عدد الزوجات.